طيب أستاذ محمود، زي ما حضرتك تحدثت وتطرقت لنقطة هامة جدا، إنه بقى فيه كمان بعد إنساني، إن كان في مراكز الإصلاح والتأهيل اللي حلت محل بعض السجون، أيضا فكرة العفو الرئاسي. يعني إحنا كل سنة في نفس التوقيت تقريبا، ما كانش كمان في مواقف أكتر، بنسمع دايما عن عفو رئاسي عن عدد معين من المسجونين. طيب ده سؤال مهم جدا. الفترة الأخيرة زي ما قلت لحضراتكم إن وزارة الداخلية بدأت تعلي ما يعرف بالأمن الإنساني، وأكيد حضراتكم عارفين إن في كان استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فترسيخا لهذه الاستراتيجية بدأت وزارة الداخلية تفكر في إلغاء السجون العمومية وحلت ما حلها هي المراكز الإصلاح والتأهيل. هذه المراكز احنا شفنا مركز الوادي النطرون ثم بدر، وفي القريب العاجل هيتم مراكز اخرى لالغاء جميع السجون على مستوى الجمهوريه. هذه المراكز الهدف منها الناس فاهمه، يعني في المعتقد القديم ان الناس فاهمه ان السجين ده بيدخل السجن وعقاب وسجن انفرادي السجن غير كده خالص. انا بواقع عملي ومتابعتي للملف الامني في وزاره الداخليه على مدار سنين طويله، زرت معظم السجون او مراكز الاصلاح والتاهيل في الفتره الاخيره، الهدف الاسمى منها هو تاهيل السجين او ما تطلق عليه وزاره الداخليه النزيل. الهدف وزاره الداخليه قدامها تارجت ان الراجل ده دخل مذنب، انا بقومه واعدل سلوكه بحيث يطلع للمجتمع يعرف يتعامل مع المجتمع. لو دخل لص يطلع ما بيسرقش، لو دخل تاجر مخدرات يطلع لا يتاجر في السموم، فانا طول الوقت بقوم في سلوكه. هذا التقويم يشمل حاجات كتير، مشروعات انتاجيه، اخصائيين اجتماعيين بيقعدوا معاه، لو مش متعلم بيعلموه، في مكتبات، في اماكن تريض، في اكيد حضراتكم شفت الفيديوهات، مش عايز اسرف فيها. طب هل وزاره الداخليه بتقتصر عند هذا الامر؟ لا خالص، في هناك ما يعرف باسم شرطه العيال اللاحقه. انا بتابعك في السجن، وبعد ما تخرج، ايه اللي بيحصل بقى؟ بعمل لك مشروع خاص، انت اتعلمت جوه مهنه معينه، فبطلع بعمل لك مشروع خاص وتابعك كل فتره. بساعد اسرتك، بقدم لك مساعدات، اذا حتى اضمن ليك انك تكون شخص سوي. بالتوازي ده مع ده بيتم عمل ما يعرف بالعفو الرئاسي. العفو الرئاسي او العفو الشرطي مختلفين عن بعض. العفو الرئاسي اللي بيجي برئاسه الجمهوريه، العفو الشرطي اللي هو واحد مسجون مثلا فعليه 25 عليه 20 سنه قضى نص المده، فنص المده الثانيه بيطلع، ولكن بتكون هناك شروط مراقبه، يعني هناك لجان فنية وقانونية بتضع مجموعة من الشروط، أبرزها يكون أثناء وجوده في السجن حسن السير والسلوك، خروجه لا يمثل خطر على الأمن العام، يكون النوع القضية المتهم فيها غير مخلة بالآداب، قضية لا تمس أمن البلاد، إذا تمس الشرف بالشرف. فإذا ما توفرت هذه الشروط بيتم إدراج، واحنا بنشوف خلال السنوات اللي فاتت عدد كبير من المساجين بيتم الإفراج عنهم، وفي توسع في الافراج عن المساجين بشكل كبير، والنهارده ان شاء الله هيحصل افراج باذن الله. هننتظر حيثيات وارقام الافراج باذن الله النهارده.